السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم هنكمل معاكم في أمراض القمح، وبعد الفاصل نقول لكم على باقي الأمراض واختارها، والنهاردة يبقى آخر فيديو إن شاء الله في أمراض القمح، ونبدأ في أمراض المحاصيل التانية عشان يعني نتلافى ان يحصل مشاكل في المحاصيل، فتابعونا بعد الفاصل. هو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، ونبدأ بأول مرض وهو البياض الدقيقي في القمح. البياض الدقيقي في القمح ده بيظهر الإصابة على الأوراق على شكل بقع رمادية باهتة بيضاء اللون، بقع فيها يعني جزء رمادي على جزء أبيض زي ما تشوف في الصورة قدامك كده دلوقتي. تمام يا جماعة، الصورة اللي هتتعرض غير الإيه، غير الصورة دي، غير الفيديو بتاع القمح. طبعا أنا واقف في حقل قمح بصور بس، الحمد لله ومفيش امراض. تمام يا جماعه، تمام. الاصابه دي بتظهر في اواخر شهر فبراير وبدايه شهر مارس، يعني في بدايه شهور الدفء. بدايه شهر فبراير اللي هو الشهر الثاني من الاشهر الميلاديه اللي هو تقريبا شهر شباط، ومارس اللي هو اذار. تمام يا جماعه، في السريانيه اللي هو شهر 3. تمام يا جماعه، تمام. عند ظهور الاصابه بنبدا، واما الاصابه بتشتد بقى بيبقى بتظهر اجسام صغيره سوداء اللون، وهي عباره عن الاجسام السمريه للفطر. تمام يا جماعه، بيظهر بقى الايه، الاجسام السمريه للفطر اللي هي بعد كده هتنتشر وتصيب نباتات تانية كتير. تمام يا جماعه، تمام. التوصيات المعتمده من وزاره الزراعه المبيدات الخاصه بيه، اول حاجه اسمها فارمزول، دي بيتحط 15 سنتي على المتر لتر ميه، دي التوصيات المعتمده بتاع وزاره الزراعه. تاني حاجه اسمها، تاني منتج اسمه مينارا، مينارا ده 200 سنتي للفدان، 200 سنتي للفدان. تمام يا جماعه، تمام. نيجي بقى لاخطر مرض والكارثه اللي بتصيب القمح، وده اكتر مرض انا بخاف منه، مرض الصدأ الاصفر المخطط. ده عباره عن ايه، ظهور بصرات بارزه قليلا عن سطح الورقه، لونها اصفر دائريه الشكل، مرتبه في صفوف طويله زي ما انت شايف في الصوره كده، بتبقى ايه، خطوط طويله كده مرتبه مع ورا بعضها، بتحس ان هي حاجه واحده، بس لما تمسكها بايدك تلاقي ايدك كلها اصفرت. انا كنت عامل فيديو عن الصدأ اول ما فتحت القناه دي خالص، اول ما عملتها خالص كنت عامل فيديو عن الصدأ، وكنت حتى يعني انا كان كلامي غشيم شويه زي ما بيقولوا المصريين بقى، زي ما احنا بلهجتنا احنا، فيعني كنت متضايق من الناس بتعمله. فنتكلم عن الصدأ النهارده بشكل احسن بقى، لان خلاص احنا اخدنا على الكلام ازاي نتكلم قدام العامه، مش نتكلم مع ناس بينا وبين بعضنا. تمام يا جماعه، الصدأ يا جماعه بقى بيوصل يعني بيجي لسطح الورقه، وبتلاقي في اسفل الورقه برضو الصدأ جاي ليها، وبيقعد يمتد لحد ما بيوصل للسنبله، واذا وصل للسنبله كده بهدل النبات. تمام يا جماعه، كده بوظ القمح خالص. تمام. الاصابه يا جماعه بتبدا في بداية النصف الثاني من شهر فبراير، يعني من 10 فبراير كده وانت طالع من شهر 2، 10 فبراير اللي هو شهر 2 اللي هو تقريبا شهر شباط بالسريانية. تمام يا جماعة، تمام. والتطور بقى وانك لسه عشان تكتشفه بيحصل في شهر مارس وابريل، فمن الاحسن ان نرش رشة وقائية للصدى ده في نص شهر فبراير اللي هو نصف الشهر الثاني او شهر شباط. تمام يا جماعة، تمام. والتوصية بتاع وزارة الزراعة اول حاجه اسمها اوبرا 500 سم للفدان، تاني حاجه اسمها بليزول ده 200 سم للفدان، تالت حاجه اسمها تولت
ده 25 سنتي للفدان. رابع حاجة اسمها كروان، ده 30 سنتي للفدان. خامس حاجة اسمها كينول، ده 25 سنتي على 100 لتر مية. تمام يا جماعة. مينارة ده 200 سنتي للفدان. نصر زول ده 30 سنتي على 100 لتر مية. تلت زول ده 25 سنتي على 100 لتر مية. ده بالنسبة للصدى. نيجي بقى لأمراض الفيوزاريوم في القمح. الفيوزاريوم ده بيجي في الأراضي المستصلحة الجديدة. تمام يا جماعة. أو الأراضي اللي بتعاني إلى حد ما من الجفاف، وتظهر الأعراض في صورة تلون بني في المجموع الجذري ومنطقة التاج، وعند اشتداد الإصابة يتحول إلى اللون الأسود، وإصابة اللون الأسود وإصابة البادرات بتاعته بالمرض. تمام يا جماعة. تمام. مع ظهور الإصابة بيظهر المرض في طور البادرة. تمام يا جماعة. ولازم نعمل التقاوي قبل الزراعة. طيب، المنتج الوحيد اللي موصيه بوزارة الزراعة اسمه سلسة اكسترا، ده 2 سنتي على ايه الكيلو جرام تقاوي. تمام يا جماعة. في بقى اخر مرض اللي هو اعفان الجذور وموت البادرات. ده بيصيب البذور قبل ظهور البادرات فوق سطح التربة، وده فطر معاد الاصابة بتاعته بيبقى في طور الزراعة، في اول الزراعة طبعا. تمام يا جماعة. تمام. والتوصيات بتاعته ان هو نعمل التقاوي قبل الزراعة، وده اللي موصيه وزارة الزراعة. منتج اول واحد اسمه بيرمس الترا، ده 2.5 سنتي على الكيلو جرام تقاوي. وتاني حاجة اسمها اشور، ده 3 سنتي على الكيلو جرام تقاوي. وكده خلصت امراض القمح. وان شاء الله بكرة نبدأ في مرض جديد من امراض، نبدأ في امراض في محصول جديد من المحاصيل الشتوية، نقول الامراض بتاعته برضو عشان ما نقعش في اخطاء تقلل المحصول. وفي الختام سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.